كابتن شريف قالها وكابتن ماهر، اولا الماتش الاسماعيلي احنا الافضل طوال 90 دقيقه باستثناء خمس دقائق. انت الافضل وفي المصري انت الافضل وفي تاون شيب. لا ماتش الاسماعيلي ده كبدايه زي ما قال الكابتن شريف، اول مباراه الراجل بيستكشف ومنزل تيم، وبعدين من اول دقيقه بتضيع جوال وفي العارضه ومسيطر سيطره كامله، في هزه كده صغيره اللي جه فيها الجول، لكن انت على طول حاططهم جوه ال 18، مفيش حاجه راحت للشناوي خالص في الشوط الثاني الا حاجات نادره. عشان في عدم ترجمه يعني. نعم، ما في عدم ترجمه. انت عارف في حاجه على كشريف اكرامي ده الناس بترقص برد. عشان كده انا خفت كوره كوره تجيله قوي بين الاسماعيلي والنجمه. انا في ملاحظه فنيه يعني 100%. طبعا اتفضل. الاثنين على الاطراف، الفرقه اللي بتلعب قدامك حاطين 10 جوه ال 18، مش من مصلحتك انك تعمل اوفرات وفي راس حربه واحد. حتى الاوفرات ما فيهاش الاتقان، يعني الاوفر بيتعمل علشان بنشام بقى بخلص منه على واحد بخلص منه. لا، انا الاوفر اللي بيتلاعب لازم يكون رايح لدماغ مروان، رايح لصلاح محسن، رايح لازارو. اذا الكثافه العدديه ديت موجوده يبقى في لازم يبقى في ناصر ماهر علشان يعمل لي باصه، يعمل لي بنالتي، يعمل لي، يبقى في اختراق من العمق. طيب ورغبه اللعيبه كمان يا كابتن، الحاجه الثانيه رغبه الاختراق. الكابتن عادل بيتكلم في ماده كشيف في حته مهمه جدا عن الكثافه العدديه الدفاعيه، فمحتاج زي ما الكابتن عادل بيقول ممكن راس حربه تاني، ممكن في اختراق من العمق. انت بتقوله يا كابتن، عندك مهاره انا بعمل اوفرات تستغلها. مفيش حد بيعمل اوفرات في مروان بس. ده النهارده انبيا يا كابتن في الدوري العام لعبوا كوره عرضيه كده، وكان في مميزات النهارده ان كورتين عرضيتين بجوان وثوابت اثنين كورنر جوان. النهارده بتقابل اي حد بتخش لوحدها، بتخبط كبسات في اي حد تخش، لا الراجل حاططها ولا ده، هي خبطه فيه ودخل بيها هو وهي دخلوا فيها. وهو الزياده العدديه احنا اللي محتاجينها يعني الكابتن زي ما بيقول الكابتن عادل، احنا محتاجين يا كابتن سيد، وانا بقولها للمره ال20 وانا قاعد دلوقتي، احنا محتاجين زياده عدديه جوه خط 18، لانك بتجيد بعلي معلول وباحمد فتحي ومحمد هاني العرضيات على طول، احنا اساتذه فيهم دلوقتي، واحنا بنروح زي ما انت قلت بنتحكم في الفرق، بنطلع بنروح على الفرق باستنخاس، بنزهقهم، بنقرفهم، بنعمل لهم حاله احباط وهم بيلعبونا. بس هو ده اللي احنا محتاجينه. ايه الترجمه بقى يا كابتن سيد؟ الريسيف دور يعني دور الهيد كوتش يا كابتن عادل، يا كابتن سيد اللي هو شايف بقى، شايف سيناريو المباراه ايه اللي تم فيه، الكثافه العدديه اللي كانت باينه في مباراه النجم اللبناني، محتاج اضافه حفظ الالقاب يعني كباتني وكل حاجه. لا انا بكلمك ده الاهلي، ده الاهلي ده بيتعادل الماتش محتاج خد بالك، لان انت ما بترحمش. انا واحد قاعد جنبي الاول دايما الجمهور امبارح عم بكره قاعد جنبي بيقول زعلان منه، ده اللي انت زعلان منه واحد قاعد جنبي الكلام ده يعني طبعا. في حد قاعد امبارح بيقول لي لا انا بقول عايز صلاح محسن ينزل دلوقتي، ايه الفرقه قاعده مستنيه انك تجيب فيها جون. قال لي لا ده هينزله في الدقيقه 85 82، لقيت 82 زرعمه. فشوف الفكر بتاع الناس، عرفوا الفكر بتاع الجهاز الفني. اللي انت زعلان منه ده هو ده اللي بيخلي الاهلي نمره واحد. والريال مدريد وبرشلونه كانوا بينافسوا النادي الاهلي من 3-4 سنين، كان هو نادي القرن. فاللي انت زعلان منه ده هو ده اللي بيخلي الاهلي نمره واحد، ان التعادل اللعيبه بتبكي. بالظبط. طيب انا بحب الواقعيه شويه وبحب ما نعرفش حاجه اسمها تعادل، انا بحب الواقعيه شويه. انا بشوف دايما بفكر بالمرحله اللي احنا فيها ديت، يا تناسبني ولا لا. بفكر في بكره انا عايز منه ايه، ويهمني جدا ان بكره ده لو انا محدد فيه هدف ولا حاجه اوصل له ولا لا. النهارده انا بشتغل، لو وصلت ل 5% و10% ولا 20% عشان اوصل لهدفي بعد يومين ثلاثه، مفيش مشكله طالما هوصل للهدف ده، وجهه نظري الشخصيه. لكن المرحله اللي احنا فيها ديت انا شايف ان انت محقق حاجات كتير جدا. صحيح كان في تعادل امبارح، ايه المشكله في العالم كله؟ تقدر تكسب ولا لا؟ عندك مقاومه المكسب خارجيا ولا لا؟ بقول لك كابتن، انت لما كنت في المطبخ لسه قريب اول ماتش طالع الجيش، شفت الحكم عمل فينا ايه؟ والمره الثانيه الحكم بتاع ضربه اليد دي اللي قالك لا مش بنتي، انت عارف الرد قال ايه؟ الحكم نفسه ده، وانتوا يعني النادي الاهلي مستنيين لما انا اجي لكم بنتي عشان تكسبوا؟ ده انتوا النادي الاهلي. الناس بتتكلم، هو انت محتاج حكم عشان يدي لك بينالتي؟ انت بتوصل نفسك ليه للدقيقه 90 عشان تاخد البينالتي؟ بتوصل. شفت الناس شايفانا عاملين ازاي احنا؟ شوف احنا مين؟ ده مكمل. شوف احنا مين؟ شوف هم بيتكلموا بيفكروا ازاي؟ معاهم يعني كابتن عادل، ده احنا اللي عودناهم على كده، ده مكمل الفني اللي قالوا سيد، احنا اللي عودناهم يعني على كده. احنا ما بنقولش ان الاهلي وحش، بالعكس احنا بنقول ان الاهلي فعلا راح وعدم توفيق، لكن ده احنا اللي بنقوله، احنا عارفين النادي الاهلي وعارفين مكانته في كل مباراه بيلعبها، بيبقى عايز منها ايه؟ عملت ايه في لعيبتك بعد طلائع الجيش؟ ده المشوار اللي انت بتتكلم طوفان بعد كده، ما خسرتش جاي لها بونت بعدها لغايه تاني راوند، ما خسرتش بونت. طيب لغايه افتكر حاجه بسرعه في ثانيه، في احد الماتشات الافريقيه في الاستاد
كسبانين ثلاثة. كابتن حسن كان مدير كورة، كرة جت لأحد النجوم كبار ف يعني زود شوية في الترقيصة فاتقطعت، عمل له خصم كبير جدا على الرغم ان انت كسبان ثلاثة والماتش اللي انت في البيت في خارج البيت يعني تضنه تقريبا، ومع ذلك العقاب كان صارم. ليه؟ لانك انت الجول الرابع ده كان ممكن يضيف ليك مزيد من الاطمئنان. احنا عايزين نحافظ على حتة ان احنا ما نتعادلش، دي لازم هنفضل احنا كلنا كده بنحافظ عليها لان دي قيمه النادي الاهلي. طيب الواقعيه دي بقى مدام الحوار ماشي كده يعني برضو هقول لك كمسؤول، ممكن انا اعاقب واحد وانا كسبان 5-0 وما اعاقبوش وانا متعادل 0-0 ليه؟ لان ممكن هو 5-0 يبقى فيه نوع من الدلع من الاستهتار من عدم المسؤوليه، وهي 5-0 انا بتكلم على المبدا، وواحد في 0-0 مثلا عمل اللي عليه موفق. عمل اللي عليه، ففي وقت انت بتحتاج ان انت تعاقب رغم ان انت كسبان، وما تعاقبش رغم ان انت بتعادل او مخسران. ففي حته فيها استمراريه، سوري استهتار، دلع، يعني عدم اهتمام في جزء حتى لو كسبان، وممكن في وقت تاني حتى لو خسران او متعادل. لا سيب من اللاعبين، انت بتديله وظيفات واجبات دفاعيه واجبات هجوميه ما ادهاش والفرقه كسبت 5 ياخد مكافاه عاديه؟ لا اهو كده، برافو عليك طبعا مدير كوره.